عسلامة ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من زابينك 90، وباش نمشيو ديريكتومون لجو البلاتو متاعنا وباش نبداو الزابينك بستار متاعنا تاتو لي كوليس اللي صاروا يذلي خليل انت الستار متاع الزابينك زعما نقعدوا معاك خليل ونحبك تحكي لنا على حالة الموظف التونسي اللي وصل لها اليوم تعيد وقت البريمة في الموظفين التوانسة فضل 200,000 باش ياخذ بهم طرف الحم معناه ما عادش عنده حتى دوره يا طارق شنو رايك انا نصور قيس سعيد فرحان باللي وصلنا له اليوم استغل الفرصه احتفل احتفل والحقيقه وهيك ما عملش في درتيفيس لا 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 هذيك كيفاش ترجع من لوني باش يعمل في درتيفيس فلاميت كيفاش ترجع من لوني لتونس انا سمعت لي المس في الطليان قال لك حاجه تعمل 66 كيف زعما انا خلطوش على حويجه كمل ستاد ايوه استاد هالكل استاد هالكل ورجع انا بيدي مشيت للشيره هذيك فما نقص مس معناتها جماعه ما تقاوش حتى شيء كمالهم الكل الحوتين يلا نرجعوا لخليل اللي يلخص الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه سيف هذايا بكل برود يعني ما يقصش عليك الضوء ما يقصش عليك الماء يقص عليك كل شيء اي الدنيا الكل تقص عليك كيف ونورنا الجمعه هذه سي عبد اللطيف المكي وحبيت نساله بالمناسبه شنو رايه في ال 100 مليون يورو اللي جايتنا ما 100 مليون اورو باش تعاود تجي مره اخرى 100 مليون اورو ربما لا تكفي محروقات باش نحرسوا اعالي البحار سي عبد اللطيف 100 مليون اورو محروقات باش نحرسوا الحدود هذا بونك نبداو نحرسوا فيهم باليخوت ممكن تلقى ياخذ 17 متر على اليمين واحد 15 متر على اليسار ممكن هكاك وزاد عمل لنا سيونس نتاع كود تعمل 66 كيف نجم تشعل كلينيطون على اليمين ودور على اليسار عن حسنية ولا عن سونية يلا نمشيو الأحلام اللي علمتنا درس جديد في الجغرافيا نمشيو روسيا ومش بعيد على تونس لا لا أنا نحبك تفسر لي شنية روسيا اللي مش بعيدة على تونس معنا كيفاش مناطق في أبوظبي ونكملو الزابينج بستار اللي بدينا به اللي طلع من الطبقة البرجوازية ومخبي علينا غذتني روحي برشا كيفاش تطلع انت عشوي. عندك لحظه خليل انت تطلع عندك معناها اموال طائله وعندك شريكه في اللايك وما تقول لي شفتك انا ما تقوليش لحظه هكا كانت حلقه اليوم من زابينك 90 نتقابلوا الجمعه الجايه شكرا لمحمد شيحه ونذكركم انا خلود ترجع من زيارتها لجزر سيشيل وتكون موجودة معكم نهار الاثنين حسب المعلومات المتوفرة عنا سيشيل. ها؟ مش عيب خشين الصباح مخترين هذوما لا 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 خلينا نقعد مع ناس مخترين وناخذوا على المباشر بعد ما كانت هناك جلسة عامة اليوم في البرلمان جلسة مع وزير الدفاع ومع وزير الخارجية لكن مش حكيوا معاه خصوصا على ما صدر البارحة وإمكانية مصادقة على مشروع قانون للتزيين المجرمين بين تونس والجزائر مع نائب عماد ولاد جبريل مرحبا بك يا سي عماد مرحبا بك مراد بكل المستمعين إيه أفهم تصحيح مع وزير الدفاع كملة الجلسة وبعد تالي الجلسة المسائية مع وزير التعاون الدولي للاستثمار مش مع وزير الخارجية مع وزير لا انا عندي المعلومه غلطه احسن ما عملنا كي احسن ما عملت كي صححت الخارجيه مزيان في 40 ثانيه كانت تلخص لنا اهم قيله من سؤالات مع وزير الدفاع اليوم خصوصا المسائل الامنيه المهمه كانت المسائل الامنيه على مستوى المناطق الحدوديه التعامل الامني الجاهزيه تاع الجيش الوطني وكيف كيف حول القانون بعض الاعتراضات على مقاييس معينه دون غيرها فقط هذا هو معناه خاطر القانون هو تعديل لمرسوم معناه مرسوم عدد 70 عدد 70 في الفصل الوحيد معناها اللي هو الفصل المتعلق بالغاء الاحكام عدد 2 و4 و6 منهم فهمتني ولا باش معناها في الكريتير اللي يتم بهم الاختيار نتاع القوات العسكريه. المجلس النيابي على العموم يعتبر ان الجيش عنده مهمه عنده دور في مساله الهجره غير الشرعيه القادمه من جنوب الصحراء. بطبيعه الحال هو المساله الامنيه تهم الناس الكل تهم الجيش الوطني وتهم الامن. دونك المعابر الحدوديه والغيره فهمتني ولا الجيش الوطني هو بطبيعه الحال فهمتني ولا اخي الجيش هو درع الوطن هذايا وهو يعني في الحدود لكن التدفق غير المسبوق اليوم من المهاجرين من جنوب الصحراء من الحدود الجزائريه يطرح اشكال ما تصورش غاب عليكم المساله هذه لا ما غابتش المساله هذه لكن انت تعرف التدفق اللي صاير
صار حتى في بلدان أوروبية. معناها هنا يعني احنا التوانسة دفقنا عن طريق صربيا زادة فهمتني ولا وتركيا كيف كيف مرت بالأزمة هذه وغيره، لأن عندك ديما معاهدات فهمتني ولا دولية، وعندك زادة تونس منصحة في اتفاقيات وغيرها. وقت اللي الإشكالية في هم في عبورهم لدولة واثنين وثلاثة وأربعة وصولهم فهمتني ولا إلى تونس، هذا معمول به وديجا تطرح حتى وزير الداخلية إنه اللي وضعيتهم مساوية يتم التعامل معهم بطريقة، واللي وضعيتها مش مساوية فهمتني ولا يتم كيف التعامل معهم بطريقة أخرى إلى حين فهمتني ولا إنهم يرجعوا إلى الدول نتاعهم. البرلمان البارحة قد جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون مهم لتسليم المجرمين بين تونس والجزائر، وين وصل عماد ولد جبريل القانون هذه معلومة غلطة بالله البرلمان هذه اللي صدرت اللي وصلت لنا الكل ليه؟ أعطينا صحة جلسات وبصحيح بالله المعلومة هي؟ كيفاش معلومة غلطة؟ الجلسة دي مش تكون نهار الاثنين اللي هي خاصة بالاتفاقية اللي بين تونس والجزائر في تبادل المعلومات وتسليم الايدين من العدالة على مستوى الجزائر او على مستوى تونس. هو القضية ذي كانت فما قضية حول تسليم سليمان بوحفص اللي اثارت عدة اشكاليات ومن الجهة الاخرى تسليم الفرير قروي هو ما صارش تسليم اي مطالب تونس والجزائر ما نحرجوش عماد ولاد جبرين اي على اولاد قروي لا شوف راه هذا فخر ما عنديش علاقه بالسؤال هذا لا مثالش نقبل بكل صدر احب وما عندي حتى شيء. شوف راه ديما ثم هذه اتفاقيات ماهيش اتفاقيات كان تونس وحده ولا الجزائر وحده، هي اتفاقيات دوليه ديجا احنا منخرطين فيها، ما تم اضافته في وديجا الاتفاقيه موجوده من قبل ماهيش جديده، لكن تم إضافة فهمتني ولا بوند فيها اللي هي فهمتني ولا تبادل المعلومات. واضح. برلمان على العموم مساند للحكومة. شوف برلمان اللي كان جيتوا تتبع فيه بالحق. تبعوا فيه. أنت ديجا عطيتني ثلاثة قوانين فبالموش وضعيتهم جملة مين تتبع فيه بالله فهمتني خليني نكلمك. أنت تشوف البرلمان اليوم البرلمان جاء على العموم واضح انه ما ثمش رضا على اداء الحكومه في اغلب الوزارات، هذا هي اتقان وديجا وصلت حتى جلسات الى التشنج على مستوى انه ما ثمش اجابات مقنعه وما ثمش استراتيجيه، وديجا طالب البرلمان بان الوزراء كيف يجيو يا اما باش يجيبوا استراتيجيه واضحه واهداف وخطه عمل، لانه حاليا ما نشوفوش في خطه عمل فهمتني ولا هذا قالوا البرلمان راه والاسئله نتاع وين مشاو في هذا. لكن البرلمان كي اليوم انت شنو القوانين اللي جاوك انت حاليا من عند الحكومه؟ نعطيك حاجه، احنا الفصل 96 المكبل للاداره والناس الكل تعرف ان الاداره مكبله بالفصل 96 من المجله الجزائيه تقدمت به الكتله الوطنيه المستقله كمقترح اللي هو المفروض يجي من عند المفروض يجي من عند الحكومه اليوم باش انت تسهل العمليه على روحك اداريا. ديجا سيد وزير التعاون الدولي للاستثمار معناها لنا فرح بالعمليه هذه، قال هذه انا مكبل الخدمه هي هو مكبل لك الخدمه كان المفروض يجي عند الحكومه مش عندنا احنا فهمتني ولا دونك احنا فهمتي. القوانين اللي قاعده تجي هي قوانين تاع قروض او تعديل في مواقف معينه، ومازال ننتظروا الترسانة اللي قالوا لنا عليها تاع القوانين اللي تستنى في مجلس النواب موجود ويستنى في الترسانة تاع القوانين. فهمتي سفيان اللي تقول ما فماش ديناميكيه برلمانيه وما فماش حديث، ترى سفيان كومنتيني 10 ثواني في ساعه سي عماد مرحبا بك. لا مش سي عماد مرحبا بك، دي ساعه في ساعه نحب نعطي زوز ملاحظات. اولا راهو هذا تحكيه في جريده وراهو عادي جدا نلقى لا 31 جويلية نهار الاثنين عادي جدا نلقاو اغلاط وقت اللي البرلمان مسكر على الاعلاميين نمر واحد، نمر اثنين راهو في الدستور ماذا بينا نقعدوا نقراو راهو فما نقطه كبيره. اسمع الملاحظه اسمعني سي عماد ميسالش، فما نقطه استفهام كبيره، هل انه الحكومه عندها الحق تقدم مقترحات ولا راهو كي تعاودوا تقراوا الدستور راهو المقترحات يقدمها رئيس الجمهوريه فما منطقه مش محطوطه غير لا للتوضيح عماد ولاد جبريل انا اللي غلطت، المعلومه كانت ثابته هو ان الجلسه العامه يوم 31 جويليه، دونك انا الغلطه نتحمل مسؤوليتي انا وميسيل شابش نجيو في بلاصه عماد ولاد جبريل. عماد ولاد جبريل كلمني الدخل، دونك راهو يكفي انه الصحفيين يكونوا عندهم اتصال بالنواب باش يدخلوا، ما فماش تعتيم وذولي ما خديتش رخصه سي عماد باش تتكلم ولا لا؟ يعني ما باخذ من حتى حد كمان عندهم ساعات تحيه مروح المهديه في الويكاند سي
الله. هيا بي، شكرا لعماد ولاد جبريل. بيب ونرجع بعد قليل. يلا ماضي ساعة و 18 دقيقة، مرحبا بكم في 90 دقيقة تعويضا لصديقتنا خلود المبروك مع المجموعة في ال 11 دقيقة الأخيرة. سفيان قوبانتيني مرحبا بك، نشرة الاقتصاد بالسياسة. أيها الإفريقيون، أيتها الإفريقيات، مرحبا بكم في فقرة الاقتصاد بالسياسة اللي اليوم تصير في بلاتو رجالي احتليناه حتى من الأخت إنس عايبي خليناه على برا، ما ميسيرش تنخليوها دقيقتين مش مشكلة. حسيلو مرحبا بكم في الفقرة اللي تعتمد مقاربات بديلة تقاوم الطلعات اللي نسمعوا بها في بلادنا في نهار وليلة وبشوية عاد الساعة. احنا استنوين، احنا في راديو يفهم، ما هو مناش في وهذا انذار أخير للناس اللي قاعدة تتحرك وراء الستار كما قضية اليوم الإذاعة اللي هي جزء منها للدولة التونسية وتحولت إلى بوق فضلا عن الخيانات وفضلا عن ما يسمى بالمنظمات اللي هي امتداد لقوى أجنبية تنتهك السيادة التونسية، ويكفي أيضا من انتهاك السيادة التونسية. طارق جبت البوق متاعك انت يا خويا. بوق ماذا؟ قالك عنا بوق خويا، انا نطالب الإذاعة مع صابين الشهرية خويا يعطيني البوق متاعي خلنا نوهر به روحي يا أخي. باه هاكا على الأقل ما عادش يقولوا علينا إعلام عار. هانا خرجنا كيفاش احنا إعلام عار ومن بعد فما حاجة أخرى تقلت لنا نسيناها لما حال قبل ما تقلنا حكاية البوق يا بيه. الكركوريت هذوكم أنت أغلو أتلانتس وكجماعة. الواحد مش عارف وين يحط روحه، إعلام عار، متآمر، كركور، أتلانتس، يا أخوي الأمور التعب، أما مش مشكل، مش هذا موضوعنا، خلينا نمشيو فيسع فيسع نحكيو على اجتماع سيد الرئيس بالسيد رئيس الحكومة. نجلة بودن وسيهم نمسي، ونحب هوني نرجع على نقطة مهمة ياسر، مش المحتوى، الشكل. علاش كل ما يعملوا مقابلة مع السيدة رئيس الحكومة ما يحطوا لهش ميكرو؟ هي نسمعوها مرة في الفعل. حتى الجمعة هذه كي قلت كلمتين ما فهمناهمش، أنا الحق حاولت نسمع مرتين وثلاثة ما فهمت حتى شيء. يا أخوي حاجتي يا ما نحبوهاش تحكي، ما نحطوا لهش ميكرو، يا نحطوا لها ميكرو وخليها تنتج علينا كل كلمتين ونفهموا رواحنا. شوف مثلا من جهة أخرى السيدة وزيرة المالية محليها منظمة أمورها واضحة، جيت 12 دقيقة قعدت على روحها سمعت الكلام وما علقتش وما عطات رأيها في حد شيء. علاش زعم بالكش خاطر الرأي اللي باش نحكيه فيه هذا الكل حكاية ما فهمش منها حكاية فارغة وما فهمش منها. وخويا هو لما حالة راهو السيدة وزيرة المالية نحب نذكركم اللي راهي مستنسة ما تكلمش ياسر مع الرئيس، تعرفوش علاش؟ بخلاف الاجتماعات الوزارية حسب رأيكم قديش عنده رئيس جمهورية نحكيه على تونس اللي مش عارفين منين باش نجيبوا فلوس، ما عندناش فلوس في الكاسة، ماشيين للفامي ولا لا، على شنو صححنا مع الاتحاد الاوروبي ومنين باش نجيبوا فلوس من بقية العالم. رئيس جمهورية في خضم هذا الكل قديش عنده ما تقابلش مع السيدة وزيرة المالية. نعطيكم اقتراحات شباب ونذكركم اللي جاوب بالصحيح شنو يربح خليل؟ برنامج الصلاحة. لا يربح معنا وزارة التشغيل، يربح معنا وزارة التشغيل اللي فارغة من فيبري 2023. بالله شوفونا فهمني وشكون يجاوب صحيح نعطيه الوزارة يتصرف فيها بطبيعتنا ضر معنا ما نعملوا بها. أي المقترح الأول عندهم 3 أشهر ما حكيوش، المقترح الثاني عندهم 187 يوم ما حكيوش، المقترح الثالث من عام من نهار 29 مايو 1970 النهار اللي خرج فيه قانون صندوق الدعم، من وقت رئيس الجمهورية ما عينوش يحكي مع سهام نمسية. شنو تقولوا؟ 187 يوم معقوله يعني. 187 يوم، برافو برافو طارق، برافو. عندك 187 يوم، تخيل عندك وزارة التشغيل نحكيو على عندك وزارة التشغيل خويا، او عندك البطالة اللي عنا في البلاد اكثر من 600,000، وعندك اللي جايينا من الاتحاد الاوروبي ورطة تقول خويا نحاسبوه من هوني الراس العام في الكابل البحري. عندك ما يقع 170,000 شيخ يخرجوا في الكابل البحري، هم شي يسريو مع الكابل هاربين هاوك اخويا من هوني الواحد جانفي 2024 ماذا بيك خويا تلقانا حل في البطاله هذو. باش يكملوا فيسع فيسع نتعديو المعطى اخر. السيد رئيس الحكومه كي العاده عملت لنا خطاب في 8 دقائق، قداش فيه عملت من غلطه حسب رايكم؟ اقل حاجه ست غلط حسب راح اقل حاجه، معناها اقل من المره اللي فاتت. اقل من المره اللي فاتت، المره اللي فاتت كنا في غلطه في دقيقه، المره هذه طحنا شويه غلطه في دقيقه و20 ثانيه. حاجه اخرى نحب نرجع لخطاب وزاره الخارجيه العظيم اللي خرجهونا السيد نبيل عمار رئيس الحكومه. سامحوني نقصد سيد نبيل عمار مش رئيس الحكومه، سيد نبيل عمار وزير الخارجيه. انا مش نحكي على الكونتينو، مش نحكي على الشكل. باه قريتوا الترجمه ولا قريتوش الترجمة؟ فما جملة في الفقرة الأخيرة البيان يقول
راية الدولة المدنية مشيو بالفرنسية شنية كتبوها درابو دو ليتا دو دروات. كي تحطها في الجوجل كروم تلقى انه وزارة الخارجية متاعنا شعملوا هزوا النص بالعربي طيشوه في الجوجل كيما خرج لهم بالفرنسي عديوه. وباللي نحب نفسر لهم راهو سولي درابو راهي تتقال على على لي فورس زارمي فماش عباد سولي درابو نتاع حاجه اللهم زادمين نعملوا في عركه. نفس الشيء نلقاو باللونجلي فما عباره تونيل ديتونسيون اللي هي بيدا بالفرنسي ما تتقالش نلقاوها باللونجلي تانل اوف تنشن معناها كي تحطها في الفرنسيه تز لونجلي تلقى نفس الحكايه. لذا نداء باللي الساده اطارات وزاره الخارجيه بجاه ربي كي نحن مش قدو نجمو راهو نشوفوا مترجمه كي به فهمني مترجم محلف ماذا بينا مترجم محلف في قضيه ابن الدوله زاد حتى كيما هذيك المشكله هي يطلعش نفسه وانا قلت فهمني اوفيسر ترجم لهم ضباط يا خويا لذا باللي نوجه نداء للشباب التونسي بالاخص المترجمين المحلفين. اخر حاجه اقول لكم اذا انتم قويين في اللغه الانجليزيه ابعثوا السيره الذاتيه نتاعكم على الفاكس 71 785 025 وممكن هكاك تربحوا نص ترجموه للسيد وزير الخارجيه نبيل عمر. شكرا ليك احكايه ما ثماش منها. شكرا ليك ناشط الاقتصاد والسياسه سفيان غوبانتيني ضمارو محطوش بحتى ترجمه من سفيان. واخيرا ابتسامه نسائيه اليوم ينس جعيبي مرحبا بيك. مرحبا مراد. نشره الرعد الرسمي اليوم وهذه اخر مره لما حالا نخلي سفيان يتعدى قبلي اما اليوم باش نحكيوا على ظاهره اللي هي خطيره وقاعده معناها قاعده ترتفع في نسبه الخطوره نتاعها اللي هي ظاهره العنف ضد المراه. عام 2017 اصدر اول محاوله رسميه قانونيه في مقاومه والتصدي لاشكال العنف ضد المراه اللي هي قانون 58 لمناهضه العنف ضد المراه بجميع اشكاله كسوسوا في المجال السياسي ولا في المجال الاقتصادي والا في كل مجالات الحياه معناها اللي تتعرض لهم معناها المراه في اليوم نتاعها. دونك تصدى حول القانون هذا انه يتصدى لجميع محاولات هضم الحقوق وعدم الاعتراف بهم. دونك احنا اليوم في المجتمع متاعنا عندنا الفكره السائده انه المراه التونسيه عندها حقوق تتمتع بجميع حقوقها وكان لزم ساعات تتمتع بحقوق اكثر من الراجل اللي هذه فينالمون فكره مغلوطه وخاصة معناها يأكدها الأرقام اللي وصلنا لها السنة في 2023. اليوم حسب دراسة قامت بها جمعية أصوات نساء مشكورين على الأرقام عنا قرابة بل بالتحديد 22 حالة وفاة نتيجة العنف يعني حالة قتل للنساء. اليوم في 2023 تونس تعاني من 22 حالة قتل للمرأة التونسية اللي هذا رقم يتسمى مرتفع خاصة كان نقارنوه بالسنين اللي قبلوا. اليوم كيف كيف في دراستهم شافوا أنه بعد 25 جويلية 2021 نسبة العنف الرقمي خاصة الموجه ضد النساء والناشطات خاصة ارتفع بالنسبة للسنين اللي قبلوا. هذي يخلينا نتسألوا اليوم السياسة اللي تتبع فيها الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة وين وصلت؟ هل هي ناجعة؟ هل إنه القانون اللي عنا اليوم ناجع في مكافحة العنف ضد المرأة؟ هل إنه اليوم كراو إنه عنا 69 ألف شكاية تتقدم بها المرأة في 2021 فقط؟ هل هي معناها نحاول نتصدّى لها مثلاً بعشرة مراكز إيواء فقط مخصصة للمرأة؟ هذا الكل يخلينا نطرح نقاط استفهام كبيرة على دور وزارة المرأة اليوم وين الدولة بالحق في حماية المرأة معناها من العنف هذا الكل خاصة العنف الرقمي. اليوم العنف الرقمي في عدة أوجه وفي عدة أشكال ضد المرأة ما هوش قاعد مقنن. اليوم عنا جرائم كيما الابتزاز وجرائم كيما التحرش الإلكتروني قاعدة المرأة تتعرض لصعوبات لإثباته. نتمنى أنه السياسة معناها الجاية اللي نتوقعها من وزارة المرأة أنها تخصص أكثر جدية لهذا الموضوع. شكرا لك يا سجعيبي. ولو حسب رأيي يعني المسألة هذه تتجاوز بارشة وزارة المرأة اللي هي وزارة ما عندهاش سحرية كبيرة. مثلا نكمل معاكم في أقل من دقيقة الأرقام اللي أعطتهم إينيس مفزعة. 22 مرأة ماتت تحت الضرب والعنف نتاع زوجة أو قريب من عائلة. 70 ألف شكاية والعام مازال موفيش. العام موفيش مفزع جدا بالطبيعة.
وهذا يرجعنا كما تحكي إيناس، المشكلة مش في القوانين تاع 2017، حاجة نموذجية اللي تعملت قانون معناتها تصدي لحق المرأة وكل شيء. يعني من اللي بدينا في تحرير المرأة من 56 مستوى القانون المتطور ماهوش ماشي مع الذهنية تاع المجتمع وثقافة المجتمع اللي من لحظتها لتو ما زلت ما قبلتش فكرة المساواة. طارق الكحلاوي، الأرقام أحيانا تذكرنا وإن كنا بلد نفتخروا به، نمشي ونقابلوا إخوة العرب فانو على أرض الواقع مسألة كارثية. هو أولا مؤشر على أنه العنف بشكل عام زاد، واثنين في علاقة بالعنف الرقمي نرى بالعكس هو وسائل التواصل الاجتماعي توثق أكثر، تسمح بالتوثيق أكثر. العنف اللفظي اللي يصير في الشارع ربما ما تنجمش توثقه. 22 قتيل مرات قتل، لا هو تروح دليل، دليل على أنه مؤشر العنف عموما والقتل في تونس زاد. هذايا ويزيد معاه العنف الجندري تجاه المرأة. 20 ثانية سامحني سفيان مش نتعصف عليك. معناها أنا أقول فقط أنه راو اللي زكي راهم إنسون جامي ديفينيتيف، الردة ممكنة وإحنا شوفنا الخايب نجم يغلب الباهي، لا تنجم تصير تراجع في المكتسبات. هذا يلزم ديما في ذهننا، وانا شفنا من 2011 تراجع من اكتسابات فيما يتعلق بالمرأة فيما يتعلق بالديمقراطية. شكرا للفريق الكل، الفريق الكل للإخراج الرقمي. سبور بعد قليل، تتلقاو نهار الاثنين مع خلود مبروك.